السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً ومرحباً بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الدرب. اليوم برافقنا فضيلة الشيخ يحيى بطي النعيمي. أنا صراحة اليوم ظهر وجايبك من الشغل لهني، لا غدا ولا شيء. ايش رايك يا ابو ناصر؟ والله راينا انا المفروض نروح نتغدى اليوم، عزمنا اليوم غدا عليك على المطعم. يلا على طول. حيا الله الشيخ. والله قهك الله يا مرحبا. الله يحيي ناصر، صراحه الجوع كافر على قولتهم. ها واحدي من الشغل هلكان وتعبان، فسبحان الله الأكل نعمة. صحيح، طعام نعمة، ونعمة الأكل هذا متوفر عندك، تبي أي شيء تبغي. أحسنت. متى تستشعر فيها أو متى تحس فيها؟ إذا فقدتها يعني. سبحان الله، سبحان يعني الله. هي نعمتين يعني، نعمة الجوع ونعمة الشبع يعني. والجوع واحد إذا ما يجوع مشكلة، ما بيشتهي الكلام، ما بيشتهي الأكل. الأكل هم يقولون الجوع يختفي، الجوع أفضل طباخ يقولون. سبحان الله. الحين تجربها أنت، لا عندك جوع، لو يجيبون لك وش تأكله. سبحان الله. نعم، والإنسان يستشعر عن نعمة العافية. الحمد لله يعني يا مؤناس يعني ما يعني أصلا لا يستطيع أصلا حتى يعني يأكل، تجد الله عن طريق اللي هو الأهواز يعني الحمد لله. فهي لا شك يعني فتأمل حتى في جهازك الهضمي أصلا. نعم، اللي يبدأ بداية يبدأ من الأعضاء الخارجية يعني الفم والأنف، يعني هذه كلها يحتاج الإنسان حقيقة أن يتوقف معها. يعني شوف أول الموقع الأنف جاي وين؟ فوق الفم. فوق الفم. وطبعا هو يتميز بخاصية الشم، حتى يعني حتى قبل أن يعني تبدأ بالأكل يعني تشم هذه الرائحة. لولا الشم، لو واحد ما يشم الأكل اللي يأكله ما يتذوقه. ذكر أيام الكورونا يعني كان المشكلة ما واحد ما يحس، ما يشم، ما يحس بطعم الأشياء اللي يأكلها، فما يتلذذ، ما يتلذذ، كأنه يأكل بلاستيك، ما هو شيء يعني أشياء. صدقت. فهي سبحان الله، أنا أقول لك نعم متتابعة، ويعني أعضاء ركبها الله سبحانه وتعالى في الإنسان لكي يعني طبعا الغذاء أولا حاجة طبيعية. أكيد. كونك كون إنسان يأكل هذا شيء الله جعلها حاجة في الإنسان. صحيح، احتياج، يأكل يشرب كي طبعا يستطيع أن يعني يزاول أعماله اليومية. فهالنعمة هذه أنا أقول لك جعل الله لها سبحانه وتعالى يعني منظومة من الأعضاء. يعني قلنا إذا بدأنا على سبيل المثال مثلا واحد يأكل أكلة في في بلاوي تحت قاعدة، يعني أنت الأكلة تأكلها وشوف أجهزة قاعدة تشتغل تطحن وتهضم وتستخلص الغذاء المفيد والفضلات، يعني ترى في أشياء قاعدة تصير ما نعرف عنها. أحسنت أحسنت أحسنت. فهي نعم يعني حقيقة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أفلا تبصرون، مسألة التدبر يعني في هال الأعضاء هذه اللي الله من بها على الإنسان. فيه الآية أبو ناصر اللي في سورة عبسة في قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. الله، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يتأمل هالنعمة العظيمة يعني اللي الله سبحانه وتعالى يأمرنا بأن نتأمل فيها. فلينظر الإنسان إلى طعام، ونحن يعني الآن في يعني في هالوقت هذا يعني بفضل الله سبحانه وتعالى كل شيء متوفر، من فاكهة في غير موعدها، فاكهة الصيف تجدها في الشتاء وفاكهة الشتاء تجدها في الصيف، من
من ما لذ وطاب يعني. الحمد لله. من مخبوزات، من لحوم، يعني شيء شيء الحقيقة. كل ما في الأرض الله سخره لك. أحسن. ويعني فينك يعني تتمتع فيه وتستفيد منه. أحسن. سبحان الله. جميل. كلمة جميلة يعني، كل ما في هذا الكون الله سخره لك الإنسان. وفعلا لو نتأمل الآيات اللي فيها طبعا امتنان الله سبحانه وتعالى على الناس بما أعطاهم، تجد الآيات كلها أنزل لكم، سخر لكم، جعل لكم، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والعنب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فتأمل هذه اللام، لام الملكية، هاي في اللغة لك يعني، هذا لك أيها الإنسان. هذا من عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، وامتن الله به سبحانه وتعالى على عباده، سخر لك كل ما في هذا الكون، ومنها هذه الأطعمة، الأطعمة تأكل الهواء سبحان الله، مما تنبت الأرض، من الأنعام، والأنعام جعلها لكم سبحان الله. الله يعينهم، بعض الدول المهددين بالمجاعة، ما يلا يبون أي شيء بس يعني يسد رمقهم. يعني احنا نتغدى ونتعشى ونتريق، وبين الغداء والعشاء تلاقي ناكل ما طاب، ووجبات وأي شيء في خاطرنا ناكله من أي بلد تبغي يجيك لعندك. هذه نعمة ترى، احنا لازم يعني صحيح. نتفكر فيها. وعلى الإنسان أن يعني أن بالشكر تدوم النعمة، المحافظة على النعمة طبعاً بمداومة شكر الله سبحانه وتعالى، أن نحمد الله سبحانه وتعالى عليها، قائمين قاعدين. إحنا نتأمل، إحنا أول آية عندنا في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فهذه من أسباب ديمومة النعمة. صحيح. وفي الأثر حديث عن ترويح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن في مسألة المحافظة يعني على ما أنعم الله به على الإنسان مثلا من طعام وما شابه ذلك، جاء في نهاية الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة أن يعني بما معنى النعمة إذا خرجت من البيت قل أن ترجع إليه. فنحافظ عليها بشكرها، نحافظ عليها بأداء حق الله فيها، نحافظ عليها بأن نتبع ما أمرنا الله به سبحانه وتعالى فيها. أوكي، الأكل احتياج طبيعي، طيب هذا الاحتياج، طيب الإنسان يأكل ويشرب مما أحل الله من الطيبات التي أحلها الله سبحانه وتعالى، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. طيب هذه الطيبات فيها دائرة، نقول فيها دائرة المشروع ودائرة المحظور، فيبقى الإنسان دائما في دائرة المباح، يعني حاول أن يحرص أن لا يأكل إلا ما أباح الله له سبحانه وتعالى، يجتنب اللي هو ما حرمه الله، ما حرمه الله سبحان الله. لو تشوف الأشياء اللي أحلها الله وأباحها يا مكثرها، يا سلام عليك، بعضهم ما يدورون إلا بالشيء، يعني أنت شلك زل في بس سبحان الله، دائرة المباح عندنا واسعة جدا جدا جدا، يعني سمي يعني ما شئت من أطعمة، من مأكولات، من يعني مما يذبح، مما من خيرات البحر، من خيرات البر، من مما تنبت الأرض، شيء يعني لو جلسنا نعدي لها بكرة لن تحصيها. أنا سامحني شيخنا موديك مطعم يعني، ولا يعني قدرك عندنا نجيبك الله يرحم والديك في البيت وهذه، لأن صراحة يعني في جاء في بالي موضوع الآن، مسألة اللي هو صار أكلنا كله من الخارج، عيالنا ها أم العيال تطبخ الأكل الزين وهالسمك ولها اللحم والأهل، وتلاقي مسكينة تتعب وتضبط كل شيء وترتب، وآخرة الحبيب طالب لي من برا والله المأكولات هذه اللي هي السريعة وما أدري وش يقولون عنها.
أحسن. فصار يعني الأكل البيت قيمة، يعني الاجتماع أساسا على الأكل في البيت الأسرة كم لها من مزايا. صحيح. تستأنس لما تشوف عيالك موجودين وياك، أنت لما أم العيال يعني تسوي لك لقمة حلوة وتاكلها وتستلذ فيها وتقولها كالله يعطيك العافية واستمتع دينك، كم فيها من خير يعني. فالأكل في البيت هذا صار الآن شيء ما 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 يعني لا يذكر يعني، وكثير منهم صاروا يعني يعتمدون على الطعام الخارج. أحسنت. شوف إحنا ما نبي نضيق على يعني نضيق واسع، وفي نفس الوقت ودنا بالخير ودنا. صحيح. بالأفضل دائما للجميع. لا شك إحنا بنقول أكل البيت هو الأفضل، أو أكل البيت دائما هو الأسلم، وأكل البيت دائما أنت عارف من وين جايبه وعارف شلون طبخ أصلا. لا. ومثل ما قلت يعني وفيه اجتماع وفيه ألفة، لا شك بأن بعد إذا يعني ربة البيت هي اللي قامت طابخة مثلاً يعني. وهي اللي طابخة قطعاً يقيناً هو الأفضل. صحيح. ولكن يعني ما يمنع إحنا نقول يعني الإنسان يعني كان يعني يأكل من الخارج. الخارج يعني كل فترة وفترة. لكن بين فترة وفترة أحسن. ما مثلاً. يكون على. تعويد كل يوم عشاء يعني برا كل يوم. لا هذا هذه إشكالية فعلاً. يعني يصير الإنسان هذا ديدنه مثل ما قلت يعني، أو يركز مثلاً على أكلات معينة، أكلات تحبها زي ما في حرج، لكن خلها يوم في الأسبوع مثلاً. مثلاً ومسألة شيخنا في يعني تعويد أبنائنا يعني إنه ما يعيبون الأكل، تلاقي مثلاً ما يعجبهم شيء، أنت مثلاً أم العيال تسوي هذا ما يحب السمك، هاي ما يحب اللحم، هاي ما يحب، يعني بغض النظر عن موضوع الحساسية، عنده حساسية من أكلة معينة أو شيء معين، شيء معذور فيه. بس مسألة إن الواحد مالي نفس مالي، فتتوهق أم العيال إيش أطبخ لكم، تسوي لازم بوفيه مفتوح على أساس يعجبهم. أحسنت. هذا الله يحفظك، فعلا نحتاج أن نقف معها وقفات. هنا الحديث ثابت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. شوف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أولا احترام لهذه النعمة، أنا أكدنا عليه هذه نعمة ينبغي يعني المحافظة عليها بالشكر واستشعار يعني فيها يعني امتنان منة وعظمة المنعم جل وعلا. فهذا طعام يعني خير ونعمة، أنت تبغيه أكل ما تبغيه خلي. أما مسألة أنك تبدأ يعني تعيب هذه الأكلة ويعني تلمزها، يعني شوف الشارع كيف، حتى الأكل ما يبغيك حتى يعني تلمزه ولا تسيء إليه ولا تعيبه. يعني شريعة غراء حقيقة، يعني شريعة سماوية وسامية بكل المعاني، يعني حتى الأكل ما يبغيك تعيبه، يعني حتى الجمادات أحيانا يعني النبي عليه الصلاة والسلام كيف يحن للجذر، يعني الجذر اللي حن له وقبل أن يمسح عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والدابة كيف يعني. المهم يعني نجد هالشريعة هذه لا يعني تبغي تشيل من موضوعك أو من ذهنك صفة اللي هو السلبية والتذمر. صحيح. حتى الطعام خلاص. ومشكلة واحد لما يروح ينتقد إيش هذا، إيش أكل ماسخ ولا الأكل يعني خل واحد يعني أحيانا سبحان الله اللي قدام أحيانا يعني، وهي تصير واجد إيه؟ يعني أحيانا يقدم طعام يكون يعني مجموعة مثلا على المأدبة وعلى المائدة، يعني أحيانا إذا شخص تكلم مثلا بسوء في هالطعام هذا تجد الأنفس يمكن تشمئز منه، أو مثلا ما يعني ما عاد تستسيغه، يعني لو سكت أحسن خل غيرك تأكل، أنت ما تبغي غيرك بيأكل، أنت ما عجبك ما عجبتك الأكلة هذه غيرك إيه لا تأكل أو مغصوب من تأكل يعني. هذه الحمد لله يعني، وإفطار الصائم كم له من أجر واحد أحسن. لا شك طبعا مسألة الإطعام هذه جميلة، أنت بعد يعني تلفتنا إلى لفتة طيبة من أعظم القربات يا أبو ناصر، الطعام ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى آخر الآية. فالطعام الطعام حقيقة فعلا يعني من أجل القربات للإنسان ينبغي أن يحرص عليها. يعني في الحديث أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. يا سلام، وش أعظم من هذا؟ جنة بعد واحد خلاص، وش تبغي أكثر من ذلك؟ فايش مسألة يعني فعلا هذه حقيقة من الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، الطعام والطعام. ولا تقول ما فيه ولا تقول وين، والله هم موجودين وواجد. صحيح، يعني اللي يبيهم يحصلهم. نعم والله، على طاري تدخل الجنة بسلام يا شيخ، يعني أكل الجنة كيف؟ فاكهة الجنة وكيف يعني كيف؟ ما دام في الدنيا شيء تلذذ في الأكل، إيش حالات الأكلة لما تأكلها وتيعان، لكن في الجنة شيء ثاني يعني. ها؟ من نعيم أهل الجنة مسألة الطعام والشراب، يعني في الجنة ما في جوع طبعاً وما في عطش وما في يعني الأمور هذه في الجنة خلاص انتهت، لكن تبقى إيش اللي هو، لأن الجنة نعيم. تتلذذ في الشيء يعني. تتلذذ، يا سلام عليك. تأمل في وصف الله سبحانه وتعالى للمقربين في سورة الواقعة، في جنات يتساءلون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون خمر طيب وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. تأمل، في الجنة في خمر، نعم تقول محرم في الدنيا الأنهار أحسن، في أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، وتقدم بأكواب وأباريق آنيتهم الآنية آنية من فضة. تخيل هذه يعني، وهذا من النعيم. الفاكهة مما تشتهي، بل تدنو إليك قطوفها دانية. أحسنت. وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تشتهي الثمرة فتدنو إليك لتقطفها. الله، احنا وصلنا قريب المطعم، نروح مطعم بحري. يا سلام عليك، حلال صح؟ الحمد لله. الحمد لله. الله يجزيك خير. ناكلنا إن شاء الله من هال الأكل البحري الجميل إن شاء الله. وإن شاء الله بعد نكمل سوالفنا، إحنا بدنا نتكلم شيخنا أيضا عن آداب الطعام ويعني الأمور شوي بعد تنبهنا عن بعض الأشياء الواحد يعني ينتبه لها حتى يعني يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. غدا بحري ما شاء الله تبارك. تحب البحري ولا بعضهم ما يحبون البحري؟ لا ان شاء الله عادي عادي. ما في مشكله، بعضهم يقول ما احب السمك ما احب ما لا. لا لا عادي، سبحان الله صحي يعني صحيح. البحري دائما صحي، اقل دسومه و... ايوه الناحية. يا مرحبا برأس. الله يحييك ويسلمك ويحفظك ان شاء الله. بدنا واحنا قاعدين هنا بعد يعني
شوي نتعلم بعض الآداب، آداب الطعام شيخنا. ندري ديننا ما شاء الله داخل في كل شيء، حتى آداب الخلاء، آداب دخول المقابر، آداب كل شيء بأدب وذوق صراحة. يعني الحمد لله رب العالمين على الدين العظيم. لكن قبل الله خلينا نشوف نطلب أكلنا مع جوعناك شيخ. حياك الله، سلمي. سبحان الله ديننا كل شيء فيه لها أدب، فأداب الطعام لو تعرفنا عليها يا شيخ. مثل ما ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن لنا القصة المشهورة، قصة لما كان معهم الغلام اللي جلس وكانت يده تطيش في الصحفة، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأدب المشهور، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فيجمع لك الآداب الكثيرة، يجمع لك المعلومات الكم الهائل في ألفاظ محدودة. فهنا أمر عليه الصلاة والسلام بأمر عظيم، سم الله. يبدأ الإنسان طبعا أكله بالتسمية، ويعني وهذه في سائر شؤون حياتك، يعني خل دائما يا ابو ناصر يعني اي شيء تبدا فيه حاول انك تسمي بسم الله في اي امر، وستجد ان شاء الله تجد التوفيق والبركه ان شاء الله والحظ الطيب. مشكلة وقت الجوع الواحد ينسى لا يسمي ولا شيء، اذا واحد نسى اذا فاتك في يعني زين وتذكرت عقب تذكرت بسم الله في اوله واخره. بسم الله في اوله واخره. نعم. زين واحد اول ما يلاقي ان شاء الله على طول أحسن. نحرص على التسمية. التسمية جميلة. ثم. مسألنا يدنا بعد البداية جميل الواحد. طبعاً هذه ما يضمن من الآداب المشروعة، وهذه طبعاً ولا تخفاك يعني حتى موضوع النظافة، ويحرص الإنسان دائماً يعني، لأن إحنا في الغالب طبعاً مع وجود المعالق ومع الملاعق والسكاكين والشوك، لأن الإنسان قد يحتاج يعني. صحيح. أن يستخدم يده. ايضا في الحديث وقلنا ايش، وسم الله وكل بيمينك. كل بيمينك. هتحرص هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام. جاتنا مشكله حل موضوع الشوكه والسكينه الحين. احسنت. شو انت الحين المسكه تحاول تبدلها؟ ايه بدلها. الحين صح. الحين صح. خلش ايه؟ هم حاطين على يسارك يعني احنا خل الشوكه في يمينك. خلي على اليمين وهذا على اليسار. والسكين في يسارك. الحمد لله في قوة موجودة. الحمد لله. جميل. فنحرص على الأكل باليمين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا يتكيت، مفروض واحد يلتزم الاتيكيت عيبه، خصوصا لما يكون واحد مع ناس من الغرب وكذي. مو مشكلة يعني. ها يعني أنت إذا بتتطرق للاتيكيت هذا أو بروتوكول الأكل هذا، تدري أن المسلمين هم أصحاب السبق في هالمجال هذا. سبحان. ترتيب أصناف الطعام وال يعني الآن مو دائما اللي يجيك اللي هو المقبلات الأشياء الخفيفة، ثم يأتيك الطبق الرئيسي، ثم تأتيك الحلويات. أكيد. أنت تدري هذا أن من إبداعات المسلمين هذا. سبحان الله. هذا في شخص طبعا اللي اسمه زرياب، إذا مر عليك يعني، طبعا هو كان في المشرق ثم انتقل إلى بلاد الأندلس، يعني هم يذكرون أنه له السبق أو هو من ابتكر الطريقة هاي اللي هو طريقة ترتيب الطعام، حيث يبدأ الإنسان مثلاً يعني طعامه بالأشياء مثلاً المقبلات أو الأشياء الخفيفة مثلاً كالسلطات وما شابه، ثم يعني يبدأ في الصنف الرئيسي أو الطبق الرئيسي ويختمها طبعاً بالفواكه أو الحلويات. فهذه كان من إبداعات المسلمين يعني في هالمجال. فإحنا أصحاب الإتيكيت وإحنا اللي نصنعه، فالشوكة باليمين والسكين باليسار وسهلة، أتوقع اللي تعود عليها سهلة إن شاء الله. ماشي تمام. فكل قلنا كل بيمينك. بيمينك بسم الله وكل كل بيمينك وكل مما يليك. يحرص الإنسان دائما طبعا أن يعني خصوصا إحنا الآن في مطعم كل واحد صحن عنده، الأمر سهل، لكن إحنا في عاداتنا ما يعني ما يخفاك الصحن أو اللقاء أحسنت ويجتمع عليه العدد يعني، فيحرص الإنسان يأكل طبعا دائما من المكان المباشر له والقريب له. يعني سبحان الله حتى وهذا فيه آداب يعني
يعني احنا من عاداتنا طبعا دائما اللي هو الارز مثلا او ما شابهها، الاصناف اللي ما تقسم يعني مشترك يعني ربما لو اكلت من مكان يعني صاحبك اللي في جنبك يعني يمكن ما يتقبل او يشمئز مثلا، فتحرص على تاكل من شوف انها الرقي النبوي يعني عند النبي عليه الصلاه والسلام، حتى في هالاداب هذه في امور الاكل والشرب يعلمنا فنون الاتيكيه الصحيح. وهناك طبعا كثير من الاداب ايضا يعني نحرص عليها، مساله مثلا لو طاح شيء مثلا من الاكل طبيعي يعني قد تسقط لقمه مثلا او ما امسكت في الشوكه عدل مثلا وطاحت، يعني الانسان يحاول يمسحها مثلا اذا يعني علق بها شيء من العوالق يمسحها وياكلها حتى ما يعني ما تبقى مثلا يعني ما يستفاد منها. بسم الله. سميت يا ابو ناصر؟ بسم الله اول حاجه بسم الله هاي زين الواحد حتى يعلم عياله يكون موجودين وياه، يعني مسألة يعني إن يذكرهم إن هاي الحمد لله هاي من رزقنا من عطانا من ما أدري، جميل الجلسة هي جلسة تشوف العائلية لها 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 جمالها. أحسنت، ندخل هنا في الجانب التربوي فعلا، الجلوس اللي هو جلسة الجلوس على المائدة هذه يعني مع الأهل الأسرة أحيانا حتى مع الأصدقاء، يعني فيها حقيقة الكثير من ممكن أحيانا توجه رسائل بناصر، يعني أنت يعني في هم من الأوقات المناسبة هذه حتى للنقاش، أنت ما تسمع بيقول لك غداء عمل أحيانا يكون فيه جيد، بالعكس على الإنسان أن يحرص عليه خصوصا مع الأسرة مع الأولاد مهم جدا. مناصر أحسنت، هذه الشغلة وصلت النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم إليه طعام فطلب إداما لم يجدوا إلا الخل، يعني هم في السابق يعني غالب اللي هو الأكل دائما قد يكون إما اللي هو الخبز أو ما شابه ذلك ويأتدمون بإدام، يعني دائما يكون إدام إما أن يكون مثلا مرق مثلا إذا كان في لحم، وفي السابق كان هذا قليل فكانوا أحياناً يأتدمون مثلاً بأشياء بسيطة منها الخل، كانوا يأتدمون به الخل، فسأل النبي عن إدام فقال فلم يجدوا إلا الخل، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يأكلها قال نعم الإدام والخل، النبي عليه الصلاة والسلام هنا امتدح الخل. الخل ترى جيد يا أبو ناصر، ومن المفروض الإنسان يعني حتى من ناحية صحية والآن كقيمة غذائية الخل يعني من الأصناف اللي يعني يذكرون حتى في بعض الأماكن دائما ما يكون الخل في أغلب أصناف الطعام. سبحان الله سبحان الله تنوع الأكل شيخنا. أبدأ شيء ما بتخلص اشرب شربتك، أنا بخليك تتكلم وأنا بأكل وخلص الأكل وأنت تبرج زين. يعني فعلا تنوع الطعام شيخنا، نشوف كل أكلة فيها مادة غذائية معينة، هاي في بروتين هاي في فيتامين هاي كربوهيدرات وكذا، كل يعني أكلة وكل في لها تلاقي نسبة من الغذاء الواحد يعني يستفيد منه. تشوف سبحان الله يعني الخضروات الفواكه، إحنا مشكلة ما متعودين ما قاعد يأكلون عيالنا مثلاً الخضروات الفواكه، مع إن فيها كل الـ يعني الـ الغذاء يستفيدون منه ويستفيد منهم أجسامهم وعقولهم وهكذا. يعني ينبغي فعلا أن نهتم حقيقة يعني في جانب اللي هو تنوع الغذاء، ونحرص على أن يعني قدر الإمكان تكون في يعني في دائرة يعني ما أقول لك يعني تكون يعني غذاء صحي أو تكون نباتي مثلا مرة واحدة أو لكن التنوع جيد، تدخل الأصناف اللي ذكرتها
الغنية مثلا بالفيتامينات والبروتينات وما شابه. فعلا سبحان الله في بعض المأكولات مفيدة، بس احنا مشكلتنا يعني تعودنا على الأشياء اللي هي اللي تطلع في الدعايات في الشو ولا فهمني. أحسنت، وصارت من أصناف معينة ومن أصناف معينة وكلها. يعني احنا في، يعني انا اقول لك حقيقة، في يعني من الأصناف اللي انا اشوف انه صار في عزوف عنها يعني. نعم. وهي مهمة، التمر مثلا واللبن مثلا، يعني هذه وهي من صلب يعني ثقافتنا. ما انا اقول لك الأكل ثقافة، الأكل ثقافة. شوف انت لما يعني لما تبتعد عن موروثك، تبتعد عن عاداتك، تبتعد عن يعني شوف الأكل من ضمن هالأشياء هذه، ابتعادك عنها ترى يبعدك عن الدائرة اللي فيها يعني وما يعني يرتبط بها. فالحرص على هالمأكولات هذه يعني طبعا سواء كان الواردة في الهدي النبوي، هناك يعني كثير من الأكلات كان يحبها النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا الثريد مثلا كان يعجبه الثريد عليه الصلاة والسلام. من مثلا يعني من أنواع مثلا من أجزاء اللحم كان يحب لحمة مثلا الكتف عليه الصلاة والسلام. النبي كان أحيانا يلغز للصحابة وحديث النخلة مثلا إشارة إلى أهميتها وقيمتها طبعا فيما تثمره من التمر والرطب وما شابه ذلك. أنا لا أقول من مثلا أنها سنة مثلا، يعني قد تكون هذه كانت هي الموجود كان في ذلك العهد، والإنسان بطبيعة الحال تتغير يعني ابتكاراته حتى في الطبخ وما شابه ذلك، يعني الأشياء تتطور، لكن أيضا البقاء عليها، المحافظة عليها هالأكلات هذه، أنا أقول لك تبقى مرتبط، يعني مرتبط بنور النبوة، مرتبط مثلا بموروثك القريب مثلا، فلها أثر. فلذلك نحرص حتى في الأبناء يعني نحرص على إدخال هذه الوجبات هذه لهم، لأن لها دور ولها أثر في تربيتهم. خيركم يا ابو ناصر، حم والديكم الاكل الطيب هذا ما شاء الله. الله يجزاه خير. شيخنا الولائم هل لها مسميات في السنه او في اللغه مثلا؟ نعم لما واحد يدعو حد لمناسبه معينه، في مناسبات حسب ما نعرفها مثلا اذا واحد تزوج ايش يسمونها؟ الوليمه. هذه هاي الوليمه يسمونها، وهي الوارده في الحديث. حقوق المسلم، حق المسلم على المسلم من حقوقه، واذا دعاك فاجب. أنا المقصود هنا بالدعوة الدعوة إلى وليمة العرس. ما شاء الله. وهذه طبعاً إذا دعيت إلى وليمة العرس فالإجابة الدعوة هنا واجبة. واجبة. والأكل منها سنة. فنحرص على أن يعني إذا دعيت إلى يعني فرح مثلاً لأحد من زملائك أو ابنه مثلاً، إذا ما عندك طبعاً شغل أو لم يكن هناك مانع أنك تحضر طبعاً. وتحرص أيضاً أنك يعني تحضر. يعني تشاركهم ايضا في الوليمه، فهذا ما يصنع في اللي هو في ليله الزفاف او العرس تسمى الوليمه. الوليمه في ناس ينتقدون لبعض يعني اكثرهم خصوصا الشباب بنروح نسلم ونطلع، يعني هو هذه عاده سبحان الله. صحيح رجع مسلم يعني تشوف يعني ذابح ومضبط، يعني ما حد تلاقي وقت الاكل كلهم يروحون، ما مو عيب يعني انك تاكل ترى. صحيح. انا اذكر حتى احد الاباء توفي رحمه الله، كنا في عرس، فيوم شاف الناس مثل ما قلت تسلم وتطلع، قام زعل عليهم، قال يا شباب الحين صاحبكم هذا الان تكلف هذه الليله طبعا وصنع طعام، من اللي بياكله؟ وكل من جاء سلم وطلع. وطلع ما حد بياكله. يعني الانسان اذا ما كان مشغول، احنا نقول يعني احيانا الشخص يكون مدعو لاكثر من عرس في ليله واحده، هذا يعني ونعم الوفاء، خصوصا المعرس اذا كان قريب. اذا كان قريب صديقك تحرص انك تشاركه. صح. وترى ما تنسى هذه احسنت على جلستك، وانك جلست وتعشيت، والامور كلها مقدره في النفس كثيرا. احسنت. انا ممكن احنا
هاي ناخذ تيك اواي على قولتهم ما في مشكله مع سامحنا بارك الله فيك دينك الله يحفظك شكرا لك جزاك الله خير. احنا يعني بعد ما نخلص الاكل ونشبع والحمد لله في دعاء معين نقوله في شيء أدعية مأثورة على المصطفى عليه الصلاة والسلام. الحمد والثناء دائما فيه إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. شوف تفوز برضا الله يا أبو ناصر بهالعمل البسيط هذا يعني تحمد الله بعد شربك وبعد أكلك. ف نحرص طبعا الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا كافي له ولا مؤوي. أيضا الدعاء يعني الدعاء لمن يعزمك يعني اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. اللهم اطعم من أطعمنا واسقي من سقانا. إذا كنت مثلا مدعو يعني في الأثر اللي إذا كان في رمضان إن شاء الله نعم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة فتدعو. ومن الأدعية أيضا اللي الدارجة عندنا مثلا أنعم الله عليكم كثر الله خيركم الله يبارك لكم تدعو بالخير والبركة الدعاء كله خير. الله يجزاه خير يا شيخنا على يعني الكلام الطيب والابتسامة الجميلة اللي تشرح الصدر يبارك فيك يا رب وعلى يعني غذاء روح وغذاء بطن الحمد لله تعبنا معدتنا الله يكثر خيرك يا أبو ناصر العافية جزاك الله خير. والحمد لله ديننا كل شيء فيه أدب كل شيء فيه لازم واحد يحتار في أي شيء نسوي في حياتنا هاي لازم إحنا نتعود على الشيء هذا يعني الله يرحم والديك جزاك الله خير. نشكر فضيلة الشيخ يحيى بطي النعيمي على ما قدم في هذه الحلقة والحمد لله على النعمة. الواحد يشكر الله سبحانه وتعالى على أن الله عطاه يعني أول شيء عطاه أنه هو يتلذذ به الأكل أعطاه النعم هذه والأكل كل ما أي وقت يبغي يلاقي ما يشتهي ويأكل ونحمد الله سبحانه وتعالى. في ناس ما ملاقين يعني إلا يعني يأكلون كن وجبة واحدة أو أقل من وجبة في اليوم. أنت إن شاء الله الله عطاك والله من عليك فحافظ على النعمة هذه فإنك تشكر الله سبحانه وتعالى وتحمد الله على نعمة الجوع تحمد الله على نعمة الشم تحمد الله على نعمة الذوق تحمد الله على نعمة الشبع. الواحد ما يشبع مشكلة. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. أتمنى يعني قضيت وقتا لذيذا معنا ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة ودرب جديد مع ضيف جديد. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.